إذن مكملين، ورند الديسي رح تحكي لنا اليوم عن البهارات والمطيبات اللي بنستخدمهم بأكلاتنا، إيش هم فائدتهم للطعم فقط ولا أيضا هناك فوائد على غذائنا وكل هذه الأمور. صباح الخير. صباح الورد كمان مرة. شو الأخبار؟ تمام. صحيح، اليوم رح نحكي عن المطيبات البهارات اللي بنستخدمها بالطبخ، خاصة أنه نحن بنستخدمها أولا بكميات كبيرة، ثانيا شائع جدا استخدامها، فصار من الضروري نعرف أي نوع من أنواع البهارات المطيبات اللي بتفيد أي فئة من الأشخاص. مثل ما بنعرف أنه كل نوع من الأنواع البهارات والمطيبات اللي اليوم رح نحكي عنها بتحتوي على مادة فعالة، هاي المادة الفعالة اللي بتكمن فيها الفائدة الغذائية لفئة معينة من الأشخاص. فعشان نعرف مين الفئات اللي نحن بنستفيد من أي أنواع من البهارات والمطيبات، خلينا to go through them ونذكرهم للأشخاص. يلا خلونا نبلش. بداية عم نحكي عن قرفة. قرفة. أوكي. أولا الأشخاص اللي بيستفيدوا أكثر الاستفادة من القرفة هن الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل بالسكر، إما من النوع الأول أو من النوع الثاني. إذا نحن حابين نخفض نسب السكر الموجود عندنا بالجسم، فالسينمون أو القرفة هي المادة الفعالة اللي رح تساعدني بهذا الشيء. تمام. المادة الفعالة الموجودة بالسينمون تسمى السينمالدهايد. هاي المادة إلها فائدتين غذائيتين، واللي هن أولا بتبطئ عملية هضم النشويات بالجسم، ثانيا بتعمل حساسية أفضل للخلايا لهرمون الإنسولين، فهي بتخلي الخلايا الموجودة بالجسم حساسة أكثر للإنسولين بالدرجة الأولى، ثانيا بتعمل على تبطيء هضم أو بطء هضم النشويات اللي بتكون عندي موجودة بالجسم، فهذا الإشي بقلل امتصاص أولا السكر، فبقلل ارتفاع نسب السكر اللي بتكون موجودة عندي بالدم. ممتاز. الأشخاص اللي استهلكت القرفة بنسب نص جرام أو لحدية 2 جرام باليوم، يعني عم نحكي عن تقريبا 3 عيدان من القرفة، ممكن أنه نحن نستخدم معلقتين شاي باليوم الواحد لحتى ناخد الفائدة الغذائية، كان في عندهم تحسن بنسبة 10 إلى 30% بنسب السكر بالدم. روعة. تمام. والشيء الثاني كمان اللي بناخده كثير شو هذا؟ هذا مرمية. صحيح. اليوم رح نحكي عن المرمية، خاصة للأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل الألزهايمر. مثل ما بنعرف أنه الألزهايمر، مرض الألزهايمر هو تكسر نسب كبيرة من الأستيلكولين، واللي هو نوع من أنواع المركبات الكيميائية اللي بيفرزها الدماغ. المرمية بتحمي بالدرجة الأولى من تكسر الأستيلكولين عند هدول الأشخاص، فبيحافظوا عليه بنسب أعلى، فبتحمي من تدهور حالة إذا كان في عندي المرض مصابين فيه بالدرجة الأولى، وحتى بتحمي وبتساعد على زيادة التركيز عند الأشخاص اللي ما عندهم مشاكل ولكن بحبوا يزيدوا من التركيز عبر زيادة نسب الأستيلكولين اللي بتكون موجودة عندي بالجسم. فالأكثر استفادة من استهلاك المرمية هن الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل الألزهايمرز أو قلة التركيز. اها تمام، يعني هذا انا لازم على طول اغلي مرميه. لا، في فرق بين الاشخاص اللي عندهم قله بالتركيز والاشخاص اللي بيكون عندهم كثير مشاغل بالحياه بتؤدي الى قله التركيز. بتسيريني طبعا. لا لا، عن جد لانها بتصير معي بساير حالي. انا بكون بدي اسال السؤال وبصفن انه ايش هو السؤال اللي كنت بدي اساله. ممكن. طيب هلا احنا هون، هذا نعنع. صحيح. اوكي. النعنع بفيد اولا الاشخاص اللي عندهم مشاكل بالريتبل باول سندروم او القولون العصبي. بالإضافة للأشخاص اللي عندهم مشاكل بالغثيان. أوكي. المادة الفعالة الموجودة بالنعنع اللي هي البيبرمنت أويل. أوكي. هذا الزيت أولاً بيساعد على استرخاء عضلات القولون بشكل كتير كبير، فنحن بنبطل نشعر بأوجاع القولون بالدرجة الأولى، ثانياً بيعمل أنه هو مهدئ للعضلات اللي بتكون موجودة عندي، فببطل عندي النفخة وببطل عندي الشعور بالانتفاخ الدائم عند الأشخاص المعانيين من مشاكل القولون. تمام. أنا عم بنتبه مؤخراً، يعني بعرفش إذا هذا صح ولا لا، عم بنتبه مؤخراً إنه أنا لما ما أتناول بالمرة ديري برودكت، منتجات الألبان، عم بتروح من عندي مشكلة القولون. صحيح. تماماً. صحيح. بس المشكلة بالقولون أو الإشي اللي فيه هيك مثل عدم مفهوم، ما في مفهوم صحيح بالقولون، إنه كل شخص أعراض القولون والأغذية اللي بتضايق منها القولون أو بينزعج منها القولون مختلفة عن الشخص الثاني، فممكن أنت أعراض القولون عندك تتهيج عند استهلاك الألبان والأجبان، ولكن مش بالضرورة إنه يكون نفس الشيء للأشخاص المتبقين. بالضبط. تمام. هون هذا ريحان. صحيح. كيف الريحان. أنا عم بحذر. مضبوط. الريحان بفيد الأشخاص كتير اللي عندهم مشاكل بالالتهابات المتعددة، بيمنع نمو
أشكال كبيرة من البكتيريا، الفيروسات والفطريات. الأشخاص الأكثر استفادة من هدول من استهلاكهم للريحان بشكل يومي هن الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل في التهابات متكررة مثل البكتيريا الحلزونية. نعرف أنها أحد الأنواع البكتيريا اللي بيكون في عندي التهاب متكرر لإلها. استهلاكنا للحبق ممكن يساعد بشكل كتير كبير أو الريحان بأنه نحن أولاً نخفف الأعراض، ثانياً نمنع انتشار هاي البكتيريا، الفطريات والفيروسات. تمام، وهون جينا لبهارات أكثر، صح؟ فلفل. فلفل صحيح، الفلفل الحار. والله صحيح. تمام. الفلفل الحار المادة الفعالة اللي فيه تسمى الكابسيكن. في أشخاص أو فئتين من الأشخاص الأكثر استفادة من استهلاكهم للفلفل الحار والكابسيكن بالأخص هم أولاً بيعانوا من البدانة، ثانيا الاشخاص اللي عندهم مشاكل بالسرطان. لنبلش ونحكي عن البدانه. بتثبت الدراسات انه اذا باخذ جرام واحد من الفلفل الحار على شكل يومي وبالاخص الكابسيكن، هذا الشيء اولا بقلل من الشهيه، ثانيا بساعد الاشخاص انها تزيد بنسب حرق الدهون باجسامهم. فاذا نحن عم ناخذ هذا الفلفل الكابسيكن على شكل جرام واحد باليوم، رح تقل عندي الشهيه عند استهلاك الوجبات، ثانيا رح يزيد عندي حرق الدهون، ولكن بشرط انه الاشخاص ما يكونوا متعودين على الفلفل الحار بغذائهم اليومي. إذا نحن مش متعودين على نسب كبيرة من الفلفل، إضافة جرام واحد من الفلفل الحار على شكل يومي رح يفيد الأشخاص بشكل كتير كبير. وإذا متعودين؟ إذا متعودين للأسف الفائدة ما بنكون عم ناخدها، لأنه أوريدي أجسامهم بالضبط والحرق بالجسم أوريدي متعود على الفلفل الحار. تمام. أما بالنسبة للسرطان، فبتثبت الدراسات أنه الكابسيكم تمنع نمو خلايا معينة من السرطان، وبالأخص ثلاث فئات من أنواع السرطان، وهم الأشخاص المصابين بسرطان الرئة، الكبد أو حتى البروستات. هاي الدراسة أثبتت على الأشخاص اللي عندهم مشاكل السرطان، ولكن هاي الأنواع من الفلفل الحار الكابسيكن منعت تطور الخلايا السرطانية أو تكاثرها. نعم. فنحن بنقدر نستفيد أولا للحماية من مرض السرطان بالدرجة الأولى عند هاي الفئات من الأشخاص المعرضين لهاي الأنواع من السرطانات، أو حتى لنحن نمنع انتشار الخلايا السرطانية بشكل أكبر بأجسامهم. Wonderful. وهلا هون عم نحكي عن حبه الايش هذه؟ ايش هاي؟ لا حلبه؟ حلبه صحيح. لا فظيعه انا اليوم. عن جد؟ عن جد؟ صح. حلبه. الحلبه اوريدي كمان تسمى الفانوغريك، بتحتوي على ماده فعاله تسمى 4 هيدروكسي ايسولوسين. هذا نوع من انواع البروتينات اللي بتخلي الخلايا الموجوده بالجسم تكون حساسه اكثر للانسولين. فالاشخاص المعانين من مشاكل بالسكري من النوع الاول او من النوع الثاني رح يستفيدوا من استهلاكهم للحلبة بشكل كتير كبير، إنهم يخفضوا نسب السكر الموجودة بأجسامهم عبر زيادة حساسية الخلايا للأنسولين. نعرف إنه الأشخاص اللي بيتعالجوا بإذن السكري من النوع الأول بيكونوا بياخدوا إبر الأنسولين. نعم. وحتى لو كان عندي السكري من النوع الثاني بيعطيني أدوية بتحفز البنكرياس على إفراز الأنسولين بنسب أكبر. فنحن لما ناخد مواد غذائية مثل الفور هيدروكسي آيسولوسين بروتين، هذا الإشي بيساعد إنه نحن نزيد حساسية الخلايا للأنسولين بنسب أكبر. تمام. وبآخر دقيقة هيك لو نحكي أوكي. عن اليانسون والثوم. هاي مش يانسون، هاي الوحيدة اللي جبناها غلط. شومر. لا خلص. هاي روزماري. روزماري. أوكي. روزماري أو إكليل الجبل. تمام. الروزماري وإكليل الجبل بيساعد الأشخاص بنسب كتير كبيرة اللي عندهم أي نوع من أنواع الحساسيات أو احتقان الأنف والمجاري التنفسية. في كتير أشخاص بيشعروا إنه لما يفيقوا الصبح بيكون في عندهم احتقان كتير كبير بالأنف أو بالمجاري التنفسية، فهدول الأشخاص رح يستفيدوا بنسب كتير كبيرة من استهلاكهم للروزماري، لأنه بيقلل من الحساسيات وبيقلل من الشعور بالاحتقان بساعات الصباح بالأخص. أها تمام. والروزماري طبعا معروف انه بنحط على كثير من الاكلات. من الاكلات صح. هلا التومه. التوم طبعا الفائده الغذائيه بتكمن بالماده الفعاله اللي هي الاليسين الموجوده بالتوم. الاكثر استفاده هن الاشخاص اللي عندهم مشاكل من الكوليسترول. بنعرف انه ارتفاع الكوليسترول بيؤدي الى مشاكل متعدده بالقلب. نعم. فنحن لما بناخذ التوم على شكل يومي بنخفض نسب الكوليسترول المجمل التوتال كوليسترول، بالاضافه للكوليسترول السيء ال دي ال، بالاضافه انه بيعمل على تخفيض نسب ضغط الدم بالاشخاص اللي عندهم مشاكل في ارتفاع ضغط الدم. بتثبت الدراسات انه الاشخاص اللي عم بياخذوا مكملات غذائيه من التومه او التوم على شكله الطبيعي بتنخفض عندهم نسب الكوليسترول بنسب تتراوح ما بين 10 الى 15%. يا الله يا رند، رائع رائع. وهذيك المره كمان المعلومات اللي كنت عم تحكي لنا اياها كانت عظيمه. شكرا. يعني في اشياء احنا ما بندركها، ولكن قد ايه ممكن تعمل فرق بصحتنا صحيح وبحياتنا اليوميه. صحيح. تسلمي لي يا رند. شكرا جزيلا.